الآن اسمعوا القصة العجيبة هذه، ولا تحتاج لتحليل، لا تحتاج. المدائن عن أبي أيوب بن عبد الله قال: كان معاوية يحسد الناس على النكاح، يغتاظ إذا واحد رجل يعني فحل وعنده نسوان وكبن جن بالدوش، نفسه كل الناس يكونوا دلاديل تعبانين عننين. فقال لرجل من جلسائه من كلب وكان شيخا كبيرا: كيف أنت والنساء؟ كيف وضعك أنت هنا؟ قال: ما شاء ما أشاء وأن أفعل إلا فعلت، وقت ما بدي ما فيش مشكلة. انغاز معاوية، وهذا زلمة كبير كمان أكبر منه، فجفاه وحرمه صلته، قطع له رزقه، قال له فيش خلاص، مرتب ما فيش. تخيل إيه صعلوك، قلت لكم صعلوك، هذا كله شرح حديث الصعلوك اليوم، أكيد يشرح في مجلد هذا من أخبار معاوية. تعرف كم كان صعلوك الرجل هذا؟ مش أمير مؤمنين ووالي ومؤتمر على أمر، لا لا لا. فجفاه وحرمه صلته، الكلب هذا تبهدل المسكين، قال لك رحنا نضعنا في آخر حياتنا، لكن ذكي. فدس الكلبي امرأته إلى ابنة قرظة، زوجة معاوية هذه، امرأة معاوية، فشكت وقالت: ما أنا وهو في اللحاف إلا بمنزلة امرأتين، احنا في نسوان ميت. ذكي الكلبي. ودخل معاوية على ابنة قرظة فقال: من المرأة التي عندك؟ في حياتي ما سألت زوجتي مين اللي عندك ومين اللي كانت عندك، في حياتي ولا أفعلها، وهذا ليس من شرف الرجل. إيش يعنيني؟ أو مع مين كنت بتكلمي إيه من النسوان وكذا؟ ما يعنيني، ما يعنيني، عيب، ما تتدخل في شؤون النساء أبدا. أنا بقول لك، بقول كيف الأخلاق وكيف الأشياء تفهم. مين اللي كانت عندك يا حبيبي؟ إيش هالشخصية هذه يا حبيبي التي عندك؟ قالت: امرأة فلان الكلبي. قال: وما قالت؟ قالت: شكت حالها وكبر زوجها وأنه لا ينال منها شيئا ولا يقدر عليه. فقال: ما هكذا يزعم؟ هو بحكي غير هيك، انبسط معاوية. فأرسل إلي وتوارت امرأته عند النساء، عمل له دك، ويضلك هنا أنت لمرته، قال بتضلك هنا وبدنا إياك، بده هذاك يعني يفضحه، معاوية بده يفضح عشان إيه ينبسط منه، فعلا أنت كذاب. معقد معقد. عند النساء. فقال له معاوية: يا فلان كيف قوتك على الجماع؟ فقال: ما أشاء أن أفعل إلا فعلت. ممتاز. فقالت امرأته: كذب يا أمير المؤمنين. طبعاً هو هذه كلها خطة عملها معاوية، فكر على ذكي أنه عمل خطة عمرته، هي عملها محزوجة أصلاً بدون فلوس مسكين. فقالت: كذب يا أمير المؤمنين. فقال الشيخ: أقلني هذه الكذبة. قال له: صح أنا كذبت يعني، سامحني خلاص، كذبنا إحنا. فضحك معاوية وقال: أنا أبو عبد الرحمن، أنا الأمور بتمشيش علي، كشفتك، أنا عرفتك تعبان. قال له: أنا أبو عبد الرحمن. وأمره فانصرف وعاد إلى ما كان عليه من بره وصلته، رجعه المرتب. عشان هذا كله تطبيق على خطبة امباء، عشان تعرف كيف تقرأ التاريخ لازم تقرأ زي هيك برضو، طبياً وجنسياً وسيكولوجياً، كله كله تفهم الشخصية اللي قدامك. مش صحابي وانتهينا وخلص، سكر مخوخنا أمشي صحابي وترضى عليه وتستهو كل مظالمه هذه يسكت، مش هيك الدرس، مش هيك فهم الدنيا يا أخي، إيه الكلام الفارغ هذا؟